هو اغلب العادات التونسيه لسه كيف ما هي. هكلم تونسي بقى. هتكلمي تونسي بس حاولي ان احنا والمشاهدين نفهمك. لازم حاضر حاضر. كل العادات كيف ما هي، يعني لازم المواعين الجديده، المفارش الجديده، التوابل تتعمل مخصوص لسيدي رمضان. احنا مش ما نقولوش رمضان، احنا نقولو شهر سيدي رمضان. سيدي رمضان تعظيما للشهر الكريم، يعني سيدي الله. رمضان سيدي رمضان. اوكي حلوه دي. احنا ما نقولوش رمضان، نقولو سيدي رمضان. التوابل تتعمل مخصوص، الاكلات، العزومات كلها نجمعها كلها انها تكون في رمضان. رمضان يعني لمة العيلة. انما فكره انه كل يوم يكون في عزومات، كل يوم يكون في تجمعات في تونس لسه زي هو مش شرط التجمعات تكون بعدد كبيره. يعني مثلا انا ممكن اروح افطر عند اختي، او مثلا انا وزوجي واولادي نمشي ونفطروا عند امي وابويا، نونسوهم في البيت. ممكن مش شرط الفطار، ممكن السهره نتزور بعد الفطار، نتزور يعني بنقابل بعض وبنجمع بالضبط. احنا ما نقولوش فطار، نقولوا شقان الفطر. شقان الفطر دي بقى ايه بالعربي؟ شقان الفطر اللي هو كسر الصيام. كسر الصيام، شق الفطر. الفطر يعني انا شقيت فطري، يعني كسرت صيامي. طب ما هي مفهومه اهي، امال ايه؟ انتوا اللي بتصعبوا. على فكره انتوا اللي مصعبينها. لا والله يعني الناس كلها بتفهم المصري يا جماعه، التونسي شويه شويه، يمكن عشان الفرنش، دخول الفرنش مع احنا اللغه الفرنسيه داخل عندنا في الكلام كله تقريبا. المهم هو ده اللي بيعمل. انت عشان دلوقتي بتتكلمي بالراحه ومراعيه كده ان احنا، ما هو انا لو زودت سرعه الكلام شويه مش هنفهم حاجه. مش بالظبط. وبعدين في برضو اللغه البربريه متهيألي مع الفرنسيه. لا هو احنا اصلنا الاصيل امازيغ مش بربر. امازيغ مش بربر. احنا امازيغيين في الاصل الاصيل مش بس بربر. بس معظم الكلام فرنساوي مع عربي. مع عربي. لكن احنا عربي اكثر منكم. يعني احنا في نطق الحروف نطق صحيح. يعني القاف قاف، والكاف كاف، والالف الف. صح فعلا. فهذا ممكن يعمل اختلاف بيننا وبينكم، لكن لو يتم بحث في الكلمات هي نفس الكلمات. لا بس نطقكم يهبل. يهبل دي يعني جنن عندنا، صح؟ صح. كلمة التونسية دي بقى يهبل. بس دي مفهومة. ما هي مفهومة عشان هي قريبة للمصري. بالظبط. صح. طيب أستاذة نبيها، في الوقت اللي احنا بيبقى عندنا، احنا في رمضان في مصر بيبقى عندنا شوية زينة مثلا في شوارع، أنوار وحاجات زي كده. هل بقى الكلام ده موجود مثلا في تونس برضو؟ أو الطقوس الظاهرية لرمضان. أول حاجة تتزوق الجوامع، الساعات تتحط لها يعني سجاد جديد وأنوار. بس الفوانيس ما عندناش فوانيس للأسف. ما عندكمش فوانيس؟ أمال إيه؟ خالص. يعني من مظاهر الزينة إنها تتزوق الجوامع بشرايط أنوار وبعض البيوت. ده أكتر حاجة. لكن ما فيش فوانيس زي ما عندنا فوانيس، ولا مصابيح ولا أي حاجة؟ لا خالص خالص. لا عندنا المصابيح. عندنا مصابيح في الشوارع في المدينة العتيقة. لكن لا تلاقيها في كل مكان. لا هي المصابيح موجودة طول السنة، لكن الاحتفاء بها وتنظيفها وإنارتها لشهر رمضان. والأكثر حاجة في المساجد، يعني المساجد يعني يعملوا لها ميزانية خاصة واحتفالات خاصة، تبقى يعني متزوقة على الآخر. ونفس الحاجات يعني الناس تفرح بقدوم عندكم الشهر. بقى اغاني خاصه بشهر رمضان برضو زي عندنا كده بتاع وحوي؟ ايوه زي وحوي وحوي والحاجات دي. حاجات من التراث، مفيش حاجات كده. احنا عندنا فولكلور كتير على فكره بالشهر الكريم. احنا عندنا اكثر حاجه الاسماء الحسنى يعني بيتفننوا فيها، والتواشيح برضو. بس التواشيح مش زي التواشيح. بتشتغل بقى عندكم بقى في الراديو وفي التلفزيون؟ في الراديو وفي التلفزيون، في الجامع. وعندنا من العادات برضو قبل المغرب لازم الجوامع كلها تحط فقره قران.
لازم موجوده يعني قبل المغرب بشويه. دي عندنا. طب وعندكم بقى مثلا حاجه زي المسحراتي كده؟ اه بطبيله. بطبيله احنا بنسميه بطبيله. بطبيله بس برضو باينه دي. ابو طبله يعني. ابو طبله. بس انا لاحظت ان الحرف الالف ابو هي ما بتتقالش، هي بطبيله.